مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. في هذا الفيديو سنقدم لكم وصفة رائعة وبسيطة لتحضير خبز الجبنة اللذيذ. تعد هذه الوصفة خيارا مثاليا لتناول وجبة خفيفة أو وجبة إفطار لذيذة. قوموا بمتابعتنا لتعلم كيفية تحضيرها. مرحبا، اليوم راح ندير عجينة، وهذه المقادير: 2 ملعقة كبيرة خميرة، 2 ملعقة كبيرة سكر، واعتبر 5 كوب حليب دافي، 3 ملعقة زيت، 4 كوب دقيق، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة خل. نخلط المقادير مع بعض جيداً لحتى تصير عندنا عجينة متماسكة، بعدين نتركها ترتاح من 10 ل 20 دقيقة لحتى تتضاعف حجمها. بعد تجهيز العجينة نفرد العجينة على شكل مستطيل، ثم نأخذ فرشاية وندهنها بالزبدة أو الزيت. بعد ذلك ندهن العجينة ونضع ملعقتين أو 3 معالق جبنة على طرف العجينة ونلفها. نحاول أن نضغط على الجوانب حتى لا تفتح العجينة، ثم باستخدام سكين حادة نقطع العجينة إلى قطع متساوية. نرتب القطع في صينية الفرن ونغطيها لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر. في وعاء صغير نمزج الحليب مع البيض وندهن المعجنات، ثم نرش عليها بذور السمسم أو أي بذور أخرى. نضع الصينية في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. جميع المكونات راح تكون في صندوق الوصف باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. Tous les ingrédients seront répertoriés dans la boîte de description en arabe, en français et en anglais. في هذا الشكل الثاني نقوم بتقسيم العجينة إلى قطع بسيطة عشان تزبط معنا العجينة، وبعدين نشكل نفرد كل قطعة زي ما بتشوفها حتى نحصل على خبزة، ونطوي الجوانب تبعها وناخد أي جبن متوفر معاكم ونلف العجينة بالشكل اللي بتشوفوه دالحين، ونحاول نكمل العجينة تبعنا وقطع بعض القطع إلين ما نخلص زي ما بتشوفوه، وفي الأخير بنحاول نرسهم في صينية ملحونة بزيت مع رشة سمس أو أي بدر زي الشكل الأول تقريباً، وندخلها للفرن. شكلها بيطلع شهي وجميل، وعادة بتقدم مع الشاي أو القهوة. وكذلك لا تنسوا الاشتراك ومتابعتنا لمزيد من الوصفات الابتكار والجديدة. تعد هذه الوصفة خياراً مثالياً لتناول وجبة خفيفة أو وجبة إفطار لذيذة. قوموا بمتابعتنا لتعلم كيفية تحضيرها. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. نأمل أن تكونوا استمتعتم بمتابعة عملية تحضير هذا الخبز الشهي. لا تترددوا في تجربة الوصفة بأنفسكم ومشاركتها مع أصدقائكم وعائلتكم. شكراً لكم على المشاهدة، ونتطلع للقائكم في الفيديوهات القادمة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وداعاً، وأتمنى لكم يوماً سعيداً.